موضوعنا لدى الصحفي استكمال السنة الجامعية، وإن شاء الله السيد الوزير باش يقدم مختلف التفاصيل، مش فقط على استكمال السنة الجامعية، أما كل ما تابع هذه العودة الجامعية الاستثنائية. اليوم حبينا معاكم نقدموا لكم كل الإجراءات اللي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجامعات و مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في موضوع استكمال السنة الجامعية 2019-2020. اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسارا تشاركيا مع كل الفاعلين. حبيت نشكر بالمناسبة هذه السيدات والسادة رؤساء الجامعات، السيدات والسادة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. حبيت نشكر كيف المنظمات الطلابية، النقابات، شركائنا الاجتماعيين من أساتذة، عملاء، موظفين، كل الشركاء اللي كانوا الحقيقة معانا في هذا المسار التشاركي اللي والحمد لله حقق الهدف نتاعو، ان احنا رجعنا لمقاعد الدراسة، رجعت كل الأسرة الجامعية للجامعات لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي. كان مسار صعب جدا، كان معناها طبعا الوضع الصحي في تونس كان صعب، نقول ان حماية الأسرة الجامعية وحماية المواطنين التوانسة هو كان الهدف الأسمى. بالتالي معنا قرارنا في العودة ما كانش سهل، احنا طبعا كنا ملتزمين بقرارات رئاسة الحكومة وبالتحديد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اللي احنا عضو قاع معنا اللجنة هذه. اذا كل المؤشرات تبين انه العودة ممكن، واستعدينا للعودة هذه طبعا بالشراكة مع العديد من القطاعات اللي هي مهمة جدا وساهمت معنا في نجاح العودة، على غرار وزارة الصحة، على غرار كذلك وزارة المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة للشؤون المحلية، إلى ما نساوش البلديات اللي قامت معنا بدور مهم جدا في الجهات على المستوى الوطني. نتكلم زاد كيف اليوم على وزارة المالية، نتكلم على وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي، إلى غيرها من القطاعات اللي ساهمت. كذلك أحب نشكر زاد كيف المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية، كذلك السلطات الجهوية اللي ساهمت مساهمة كبرى لتأمين معنا عودة جامعية اللي بدأت وانطلقت من 11 ماي بالنسبة للسنوات الخامسة بكليات الطب، طب الأسنان وكذلك الصيدلة، ثم أمننا عودة تدريجية لكليات الطب نهائية عبارة استكمال من 1 جوان 2020. ثم والحمد لله رجعت مؤسساتنا اللي في حدود تقريبا 200 مؤسسة بكامل تراب الجمهورية، رجعت يوم 8 جوان. إذا سجلنا بالرياح عودة آمنة كل المؤسسات بدون استثناء، كل المؤسسات معناها رجعت. قلنا أن العودة هي تدريجية، هنا معناها يلزمنا نأكدوا أنه هذا معناها مسار أساسا يعتمد على تطور الوضع الصحي في تونس. قبل العودة تأكدنا من ذلك، من هذه العودة الآمنة. خذينا إجراء تقريبا في أنه تكون تحاليل على مستوى 8 ولايات اللي حددها وزارة الصحة في تنقلهم من ما بين المدن. سجلنا أكثر من 19,000 تحليل خضاع لي من الأسرة الجامعية، من طلبة، من أساتذة، كل الأسرة الجامعية. إذا كانت طبعا النتائج الحمد لله سلبية، دونك هذا زاد أكد لنا أنه العودة آمنة. انطلقنا كذلك في مسار مهم جدا هو أنه نضع بروتوكول صحي خاص بالعودة الجامعية، وتمت المصادقة على البروتوكول الصحي
بالتعاون مع وزارة الصحة مشكورة جدا، وطبعا هو يعطي طبعا كل الإجراءات للوقاية والأمن الصحي داخل المؤسسات الجامعية وكذلك داخل مؤسسات الخدمات الجامعية. البروتوكول الصحي طبعا هذا ملتزم به كل المؤسسات الجامعية وكذلك المؤسسات الخدمات الجامعية. اعتمدت كان تم اعتماد إضافي من وزارة المالية مشكورة تقريبا في حدود 1.5 مليار لطبعا معاضدة اعتمادات لصالح المؤسسات في علاقة طبعا بتوفير كل ما يلزم من الوقاية والأمن الصحي من يعني كمامات الجل توفير كيف يعني علاقة طبعا بالمقياس الحرارة اللي هي في المداخل للمؤسسات، مسائل كيف اللي هي في علاقة بالتعقيم اللي هي معناها تمت بنجاح. طبعا نشكر البلديات الكل على يعني كامل تراب الجمهورية اللي ساهمت في تعقيم المؤسسات نتاعنا. تعرفوا المبيتات الجامعية اللي عدد منها خليناها على ذمة وزارة الصحة في إطار في مرحلة الحجر الصحي الشامل في علاقة طبعا بالمواطنين والطلبة اللي جونا من الخارج، وضعناها على ذمتهم مش كلها لكن جزء كيف معنا مهم جدا، وتأكدنا أنه قبل العودة بأسبوع يعني أقصى يعني تم طبعا إخلاء هالمبيتات هذه، وتمت معناها معناها شو اسمه يعني طبعا عملية التعقيم في المؤسسات الجامعية والبحثية كذلك بالمؤسسات الخدمات الجامعية. دونك هذا الشيء. نحب نعطيكم شوية أرقام مهمة معناها باش إذا عدد الطلبة المعنيين بالعودة هو في حدود تقريبا 216,000 طالب، فيها مجموعة اللي هي معنية باستكمال السداسي الثاني 2019-2020 عام 170,000 طالب معني بالعودة واستكمال السداسي الثاني. طبعا كما تشوفوا معناها اللي في برامج إيماد بما في كذلك التكوين الهندسي والاختصاصات الطبية، وعندنا تقريبا ما يقارب 46,000 طالب اللي هم معنيين باختتام او ختم مشاريع ختم الدروس اللي هي في المؤسسات الجامعيه اللي تخص طبعا اللي في برامج في منظومه إيماد، وكذلك عديد من الاختصاصات بما فيها الهندسيه وكذلك الطبيه. بالنسبه للتواصل البيداغوجي، اذا كما تعرفوا سيدتكم ان العالم الكل انتقل الى التعليم البيداغوجي عن بعد، التعليم عن بعد مش مهم يعني التسميه، اهم حاجه بالنسبه لنا احنا هو انه الطالب التونسي في خلال الحجر الصحي قلنا انه حتى باش ما تكونش يعني انقطاع الطالب على المؤسسه نتاعنا المؤسسات كيف انقطاع الاستاذ عن المؤسسه الجامعيه، اعتمدنا التواصل البيداغوجي عن بعد عن الاطار طبعا القانوني اللي يامن طبعا التعليم عن بعد او التواصل البيداغوجي عن بعد. هذا مهم جدا. الحاجه الثانيه عندنا الخبره، عندنا جامعه تونس الافتراضيه اللي هي تاسست اكثر من 18 سنه، اضافه للتجربه اللي خاضتها كل المؤسسات الجامعيه بكل الجامعات التونسيه من تجربه في التواصل البيداغوجي. حقيقة الارقام معناها طيبه عموما كما تشوفوا سيدتكم توا على الواحد على الصفحة هذه، عندنا ما يقارب 34,000 درس موضوع على ذمة الطلبة، هذوما طبعا كانوا رقمية دروس رقمية تحطت على المنصة الرقمية لجامعة تونس الافتراضية،
عدد الطلبة اللي سجلوا على المنصة في حدود تقريباً 119,000 طالب. احنا المنصة هذه كانت قبل تسعى لتقريباً ما يقارب 40,000، فاحنا يعني شو اسمه العدد أصبح 3 مرات قد المنصة. صحيح أنا صارت شوية صعوبات، لكن الحمد لله تقنية يعني، لكن في النهاية ما نتغلبنا على الصعوبات هذه. وطبعا فتحنا هالمنصة هذه لكل الجامعات بدون استثناء. هذايا أعطانا طبعا عدد الأساتذة اللي هم انخرطوا في حدود تقريبا 13,000 أستاذ. الجامعات مش كلها يعني انخرطت على اساس ان تحط الدروس هذه الرقميه على المنصه الرقميه لجامعه تونس الافتراضيه. ثم اساتذه انهم فضلوا يستعملوا منصات رقميه اخرى كيما الجوجل، كيما الميكروسوفت، ثم اللي يستعمل الفيسبوك، ثم اللي يستعمل الماسنجر، ثم اللي يستعمل الواتساب، ثم اللي يستعمل الايميل. اذا احنا اعطينا كل المرونه باش ما تكونش صعوبات. تعرف الحاجه هذه تعتبر جديدة لبعض الأساتذة، جديدة لبعض الطلبة. قلنا ما نحبوش أنه أساساً الهدف هو أن نحقق التواصل البيداغوجي وعدم الانقطاع من الدراسة، هذا هو كان الهدف الأساسي. لكن قلنا أنه إذا كان مش يستعمل مايكروسوفت جوجل فبالتالي هذا مش يكون طبعاً عنده تبعة مادية. بالتالي وزارة التعليم العالي طبعاً بالدعم من وزارة المالية مكننا حدود تقريبا 69,000 طالب باش يستفيد من باقة أرصدة بيانات ب 10 جيجا اللي هي مكنتهم طبعا باش انهم هما يستعملوا الانترنت. طبعا البلاتفورم بتاع او المنصة الرقمية للبي في تي كذلك للريزو ار ان يو على الجامعات الكل، كل الاكسي كانت مجانية. لكن اللي طبعا حب انه يستعمل مايكروسوفت ولا جوجل فبالتالي مكننا الطلبة اللي هما من عائلات ضعيفة الحال ضعيفة الدخل. فهذا هو العدد اللي كما تشوفوه، هذه كانت اذا مساهمة من الدولة لدعم هالمنظومة هذه. نحب نقول انه المنظومة هذه صحيح ان بناء هو الحل الوحيد باش نتواصلوا بيداغوجيا مع طلبتنا ومع اساتذتنا، لكن الدولة الحكومة التونسية اعتمدت وأن هالتواصل البيداغوجي أو التعليم عن بعد هي آلية مش تكون من بين البرامج الكبرى للحكومة التونسية. إذا مش يكون ثم تطوير للنصوص القانونية للآلية هذه، وكذلك دعم البنية التحتية اللوجستية اوكي للآلية هذه اللي هي مهمة جدا. هذه احنا تسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رائدة في هذه الآلية في التعليم البيداغوجي عن بعد. لكن اليوم كما تعرفوا المدارس الابتدائية، المعاهد الثانوية، اليوم مراكز التكوين كيف هما زاد كيف في حاجة للآلية هذه، سواء كان في الأوقات الصعبة في الأزمات. لكن هذا راهو زاد كيف لازم نفهموا انه هالتواصل البيداغوجي عن بعد تنجم ان هي تكون يعني تستكمل نقولوا حاجه يعني اون بو لانتيغري في المنظومه. بالتالي اليوم هذا يعني اليوم ادرج من بين المشاريع الكبرى للحكومه التونسيه. الرزنامة العامة هذه كان طبعا تحطت على صفحة الفيسبوك للوزارة وكذلك الموقع الرسمي للوزارة. إذا قلنا أنه بالنسبة للطلبة والأساتذة اللي ما أمنوش ما استكملوش الدروس نتاعهم عن بعد، وزاد كيف بالنسبة للاختصاصات اللي هي فيها نوع من الخصوصية اللي ما يمكنش ان احنا نأمنوها عن بعد كيما الموسيقى، كيما المسرح، كيما الرياضة إلى غير ذلك، فقلنا سنؤمن العودة لمدة شهرين معناها جوان وكذلك جويليا لاستكمال البرامج البيداغوجية الحضورية ثم المراجعة، ثم في النهاية تكون عندنا إن شاء الله الامتحانات في دورتها الأولى
ودورتها الثانية. طب إذا بدينا من 8 جوان بالنسبة لبقية الاختصاصات غير الطبية اللي بدأوا 11 ماي من 8 جوان. إذا نتكلموا اليوم الخامس يوم في العودة الجامعية اللي سجلنا بكل ارتياح نجاح العودة، وهذا كما قلت معناها يرجع الفضل ربي أول حاجة للوضع الصحي في تونس وكل المجهود والجهود اللي ساهمت بها أسرة جامعية اللي تقريبا 300 ألف الأسرة الجامعية، ثم دعم كذلك من الحكومة التونسية بكل قطاعاتها لتأمين هالعودة. إذا قلنا معنا الامتحانات إذا ما أمنهاش في الدورة الأولى والدورة الثانية من هنا لنهاية جويليا، بالتالي نجم نعمل دورة التدارك أو الامتحان في دورتها الثانية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020. هذايا مهم جدا. بالنسبة لانطلاق السنة الجامعية 2020-2021، كما تعلموا أن البكالوريا مش تتخاض إن شاء الله في شهر جويليا اللي هي كانت المفروض أنها تكون في جوان، بالتالي عندنا التوجيه الجامعي مش نخدمه إن شاء الله في أوت، وممكن نحتاج الأسبوع الأول الأسبوع الثاني من سبتمبر. نحاولوا طبعا مش نكونوا معناها نستعملوا نحاولوا نسرعوا في نحاولوا طبعا نشوفوا آلية للتسريع في طبعا التوجيه في عملية التوجيه الجامعي، لكن قلنا أن العودة الجامعية أو السنة الجامعية 2020-2021 ستؤمن على الأقصى في بداية شهر أكتوبر. عندنا اختصاصات يعني كما تعرفون الهندسة والطب إلى غير ذلك من الاختصاصات اللي هي عادة ما تبدأ بكري، فهذه كيف مش شوفوا الإمكانية أن إن شاء الله ترجع خلال شهر سبتمبر 2020. بالنسبة للخدمات الجامعية كما تعلموا أنه السكن الجامعي هو مؤمن لمنتفعين بهذا السكن، هما في حدود تقريبا أقل شوية من 60 ألف، لكن قلنا مدام العودة أنا باش تكون في الصائفة، وتعرف الحالة بالنسبة للطلبة وخاصة في المناطق الساحلية طبعا معلوم الإيجار مش يرتفع، قلنا نحن نفتح كذلك كل الطلبة اللي هما طالبي المبيتات الجامعية والخدمات الجامعية. دونك عملنا من المنصة الرقمية فتحناها لمدة أسبوعين للطلبة وسجلنا عدد الطلبة أنهم كيف أدرجوا للانتفاع بالخدمات الجامعية، وكما تشوفوا الرقم الكلي أو الجملي هو في حدود 62 ألف طالب سيتمتعون بالمبيت الجامعي والأكلات الجامعية في 162 مبيت وأحياء جامعية. بالنسبة للإطعام الجامعي هو مفتوح طبعا بالنسبة لكل الطلبة، تعرفوا الوضعية أن إحنا عادة كانت تعرف المطاعم الجامعية هي تخدم إلى حد نهاية جوان، دونك تمديدها إلى نهاية جويليا خلينا في ظروف صعبة، بالتالي في وضع طبعا صحي باش أن إحنا زاد نأمنوا عودة سالمة وكذلك التوقي وسلامة الأسرة الجامعية، قلنا باش نعملوا معناها أكلات محمولة مجموعة معناها في أكلة معناها أو وجبة معناها ساخنة ووجبة جافة، مجموعة الأكلات اللي هي باش تتأمن على هذا يوميا في حدود 28 ألف وجبة ساخنة و 28 ألف وجبة جافة، يعطينا مجموع 56 ألف وجبة اللي هي توزع يوميا لصالح الطلبة. كانت انطلاقة صعبة في البداية في مسألة توفير الفضاءات اللي هي المطاعم الجامعية، إذا يعني بتعارض وتضافر كل الجهود خاصة مع الجامعة العامة للعملة تمكننا من فتح الفضاءات هذه طبعا اللي هي طبعا يعني تلزم كل الطلبة وكل العملة أنهم طبعا في مسألة علاقة بشروط التباعد الجسدي اللي هي في حدود تقريبا متر ونص معنا بين كل طاولة وبين كل طالب، وهذا أمناه بالنسبة لمقياس الحرارة زاد أمناه في مداخل المبيتات الجامعية وكذلك بالنسبة
الخدمات الجامعية بصفة عامة بما فيهم طبعا المطاعم. بصفة عامة لو ينقطع الطالب عن الجامعة لفترة طويلة تمتد 3 أو 4 أشهر ثم جانب نفسي لازم انه يكون كيف ننظر له. كان صعب برشا على الطالب انه يبقى فترة طويلة بعيدة على الجامعة. اذا جامعة تونس مشكورة بنتكلموا على كلية 9 أبريل اللي هي طورت تطبيقية سميها قويني، هي للإحاطة النفسية للطالب. اذا هي عبارة منصة رقمية تطبيقة، الطالب يدخل يجاوب على أكثر من سؤال في علاقة بالظروف النفسية الصحية، في علاقة طبعا بالكوفيد 19. إذا أساسا هذه معناها التطبيقة هي مقياس للصمود المرن يسموه لا ريزيليونس. إذا حاجات اللي هل أنت معنا موافق على مثلا على الحجر الصحي الشامل، ثم يقول لا، ثم يقول نعم، ثم يقول يمكن. إذا نعطيه فرصة للطالب باش يعبر على إحساسه مشاعره، فهمتي، وهو اليوم في الحجر الصحي الشامل، وعلى ضوء طبعا الإجابات نتاعو فهمت تمشي له يعني جملة من النصائح والتوجيهات. وهذه نشكر طبعا وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي على يعني طبعا باش طائع منها هالتطبيقة اللي توصل العدد كبير جدا من الطلبة، وبالتالي تقدم لهم نصائح وتعاود ترجع لهم بعد فترة وتسأل نفس الأسئلة وتشوف معناها كيفاش انه طبعا نجم نحن نعالجوا الوضع طبعا النفساني اللي يمر به الطالب. النقل الجامعي مهم جدا كما تعرفوا، مرجع النقل الا معناها اليوم 5 جوان. النقل الجامعي او الجامعي ما تسالش، هو جامعي وجامعي الاثنين، لكن بالنسبه للنقل الجامعي ما بين المدن كما تعرفوا قبل 5 جوان معناها كان مقفل، كان مغلق، ما كانش متوفر. فتحناه فقط على مستوى من اللواج بالنسبه للطلبه اللي هما في الميدسين، ثم اللي استعمل طبعا النقل الخاص يعني عائلته هي اللي مكنته من هالتنقل ما بين المدن، وكان الطالب بالامكان انه يتنقل بدون ترخيص، فقط يستعمل معناها بطاقه الطالب نتاعه. وثم زاد كيف كيف انه زاد كليه الطب اللي هي زاد نسقت ونظمت معناها نقل مشكوره جدا بالتعاون مع جمعيات مشكوره جدا باش نقل طلبتنا ما بين المدن للكليات نتاعهم. هذه حاجه. اذا احنا سجلنا والحمد لله بارتياح بعد 5 جوان، عوده جامعيه يوم 8. تتذكروا انه كان العوده كانت مبرمجه ل 1 جوان. تعرفوا انه ثم عوده التلامذه وعوده الطلبه كانت صعبه، وكان في ظروف صعبه شويه خاصه التنقل ما بين المدن. فقلنا يعني كان رئاسة الحكومة أخذت قرار يعني بتأجيلها بأسبوع، دونك بدينا يوم 8. حاجة اللي تذكر أنه الاشتراك السنوي بالنسبة للطلبة التنقل بالنسبة للنقل كانت مفروضة أن تنتهي في نهاية جوان، عفوا نص جوان. مددناها بالتعاون مع وزارة النقل واللوجستيك إلى نهاية جويلية، فيتمتع طبعا بالمجانية الطالب طبعاً هو طبعا عنده اشتراك سنوي، فهذا يمكنه. حاجة ثانية هو التنقل ما بين المدن، كما تعرفوا 50% معناها التنقل في الحافلات وفي القطارات، وبالتالي التعريفة كانت أن هي ممكن مشات تقريبا في حدود 150%، لكن أكدنا أن التعريفة تبقى هي نفسها بالنسبة للطلبة، وهذا زاد كيف نشكر وزارة النقل واللوجستيك لتمكين الطلبة باش أن احنا نحافظوا على نفس التسعيرة بالنسبة للطالب. ثم حاجة مهمة جدا كما تعرفوا أنه عندنا طلبة دوليين عالقين في الخارج، وفي زاد كيف بعض الطلبة التونسيين اللي هما كانوا عالقين في الخارج. فهذا زاد كيف فكرنا فيهم. هذا يدرج في إطار أول حاجة وقت نتكلموا على امتحان مناظرة ولا امتحان جامعة، هذا راهو يعني مدرج في السيادة الوطنية، يعني بالتالي
امتحان يهمنا اللي هو مخارج من جامعة منا عمومية من جامعة تونسية بما فيها الخاص، معناها باش نمكن الطالب وهو خارج أرض الوطن، فبالتالي هذه نعتبرها من السيادة، وبالتالي كان التنسيق بالأساس مع وزارة الخارجية ومع تنفيذياتنا الدبلوماسية بالخارج. إذا عندنا بعض الطلبة اللي هما مسجلين في تونس، وقت اللي صارت الأزمة دونك انتقلوا تحولوا البلدان، وكما تعرفوا للحد اللحظة هذه الأجواء طبعا إلى الآن معنا مغلقة، بالتالي خممنا فيها شنو عملنا في إطار أول حاجة اتفاقية ثنائية بين تونس ودول أخرى، في إطار زاد اتفاقيات بين الجامعات التونسية ونظيراتها الأجنبية، كيف في إطار طبعا يعني تمثيليتنا الدبلوماسية والقنصلية معنا في الخارج، تنظمت عملية إرسال الامتحانات عن طريق سفاراتنا طبعا بالطرق الدبلوماسية لحدود اليوم حدود تقريبا 550 طالب تونسيين عالقين بالخارج، وكذلك طلبة دوليين موجودين تقريبا من طلبة دوليين تقريبا من حدود بعض الدول بالخارج اللي هي في الدول الإفريقية، الدول الآسيوية، الدول الأمريكية، وكذلك الدول الأوروبية. أمننا هالتواصل بين الجامعات عن طريق المنصة الرقمية لجامعة تونس الافتراضية، وكما تشوفوا معناها تقريبا عندنا من 5 جوان هناك معناها عدد من الطلبة تمتعوا بالوسيلة هذه في طبعا خلال الامتحانات خاصة في كلية الطب. عندنا زادة كيف اليوم زادة عندنا توانسة اللي هما يقراوا في المغرب، يقراوا في الجزائر، يقراوا في مناطق عدة، هما موجودين هذايا دونك في إطار المعاملة بالمثل. كيف عندنا برمجة لهؤلاء الطلبة اللي هما معنا بدأت امتحاناتهم بالتالي كيف مش يوقع التنسيق مع الجامعات متاعهم معنا في الخارج، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك المؤسسات الجامعية، باش تقع زادة كيف الامتحانات امتحانات لهنا في تونس. المناظرات الوطنية تم الإعلان عليها مع بعض التحوير، خاصة وقت اللي تأجلت بداية الدراسة 1 جوان من 8 جوان. إذا مناظرة الدخول لمدارس المهندسين تحددت من 15 إلى 22 جويلية 2020، ونظرت الدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى من الدراسات البيطرية من 27 إلى 29 جويلية 2020، المناظرات الخصوصية للالتحاق بمؤسسة تكوين الهندسة خلال شهر سبتمبر 2020، كذلك الحال بالنسبة لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي، التدريب والامتحان الوطني للخبرة في المحاسبة.